فوز صعب للأهلي المصري على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، لكن رغم الفوز والتأهل للنهائي جماهير الأهلي مستاءة من الأداء. تعالوا نشوف. بصراحة الأهلي مش حلو خالص خالص. مباراة تحت خط النص بصراحة، ما فيش لعب خالص. الأهلي النهاردة أسوأ مبارياته، بالرغم من إن أهلوية، بس بصراحة من أسوأ مباريات الأهلي. شايف إيه السبب في تراجع أداء الفريق؟ التشكيل اللي كولر عمله، التشكيل اللي بدأ بيه كله واللي نهى بيه الماتش. سيراميكا النهاردة استحواذ 53%، الله المستعان. شايف ماتش الزمالك هيكون عامل إزاي؟ لا إن شاء الله الأهلي يكسب، إن شاء الله الأهلي يكسب 2-0 إن شاء الله بإذن الله. صراحة هو إحنا كنا متوقعين يبقى في ردة فعل بعد ماتش الزمالك. إحنا خسرنا في ماتش الزمالك، بس هنا كنا المفروض نكسب سكور ماشي، وهو بدأ بتشكيل غلط ونزلنا جبنا جون، ربنا كان معنا الحمد لله والتوفيق كان معنا، جبنا جون المفروض ندوس أكتر ونجيب التاني والتالت، بس هو بدأ بتشكيل غلط ونص الملعب كان تايه فجابوا جون والماتش بقى صعب بصراحة. شايف تراجع الأداء سببه اللعيبة ولا كولر؟ والله الاثنين. اللعيبة هتحس إن هي شبعت بطولات، خدت كل حاجة فبتستسهل، بتنزل الماتش وهي حاسة إن هي كسبانة وده غلط، وكله في نفس الوقت بيجيله حاجات كده بيحب يجربها وده مش وقت تجرب، وعايزين نشوف برضه اللعيبة الجديدة زي أشرف دافع. إحنا النهاردة أداء الفريق طبعًا على علامة استفهام كتيرة. اللعيبة ممكن هنقول مثلًا اللعيبة مرهقة من السفر أو الأمور دي كلها، أو متأثرين من ماتش السوبر في أفريقيا فنازلين رهبين شوية المباراة ومستعجلين على الفوز. فطبعا برضو ما ننساش ان في برضو معانا لعيبه مشاركه مع المنتخب، ففي اجهاد والامور دي كلها، واحنا بنتمنى برضو ان يعني المدير الفني يحاول على قد ما يقدر انه يشد شويه على اللعيبه علشان خاطر باذن الله البطوله تبقى اهلاويه، وان شاء الله البطوله اهلاويه باذن الله. شايف ازاي ماتش الزمالك يعني كده هيبقى ماتش صعب؟ ماتش الزمالك ده ما بيبقاش ليه مقاييس حتى لو الاهلي سيء. طبعا بنقول دايما ان المباراه دي بتبقى خارج الصندوق خالص، بتبقى مباراة لاعبين قبل ما بتكون مباراة مدربين، وإن شاء الله بإذن الله إن الأهلي في ماتش الزمالك هيكون عنده الدوافع أكتر من الزمالك إن هو يحصد البطولة على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، ودايما البطولة بيبقى لها طعم مختلف لما تتاخد من فريق زي نادي الزمالك. النهارده اللعيبة ما كانتش في حالتها، المستوى كان سيء، ربنا يستر من الماتش اللي جاي. اكيد ماتش الزمالك وبيراميدز كان الماتش ماشي ند وتند، بس ماتش الاهلي ما كانش افضل حاجه، بدا بتشكيل غريب شويه. اتمنى الماتش الجاي ان شاء الله يتعدل باذن الله. شايف ايه سبب تراجع اداء الاهلي في عدم تركيز من اللعيبه شويه، تغير النهارده بعض المراكز بعض اللعيبه، تغييرات برده اللي جت متاخره، مش عارف هل اللعيبه بتفكر في ماتش العين اللي جاي اللي هو يوم 29، يعني في اسباب كتير صراحة. والله احنا كنا متوقعين بعد هزيمه الزمالك ان الاداء النهارده يكون اداء رجولي من الشباب ويقدموا ماتش قوي. احنا كل الناس ما كانت زعلانه في الملعب، والناس كلها طالعه متضايقه من الاداء. مش هقول لك احنا متوقعين ان احنا نفوز، بس كان المفروض النهارده يبقى في رد قوي على هزيمه السوبر الافريقي، ومنتظرين اداء احسن من الزمالك. احنا زعلانين جدا جدا، الجماهير كلها زعلانه والله. شايف ايه سبب تراجع الاداء؟ مش هقول لك ثقه زياده، بس اللعيبه في حاجه مش مظبوطه. اللعيبه الاداء التشكيل اللي بدا بيه كولر غلط، كان المفروض يبدا بالتشكيل اللي ختم بيه الماتش. في لعيبه محتاجه تدخل، وفي لعيبه محتاجه تراجع نفسها كتير في الاهلي بصراحه.